بعيدا عن محمد صلاح ومحمد النني، اي من اللاعبين المصريين تتذكرهم او تعرفهم بحكم متابعتك لكرة القدم وقت ما كنت بتلعب او في الوقت الحالي؟ أنا أتذكر جيدا ميدو، أتذكر جيدا ميدو عندما كان يلعب في فرنسا. وي ميدو من اللعيبة الكبيرة طبعا. طيب مين لما جيت مصر هنا أكيد كان في صداقات وأكيد في لاعبين قابلتهم أو مدربين، أو افتكر معايا ذكرياتك مع مصر هنا في رحلاتك اللي وصلت بيها لمصر. بكل صراحة كانت، هل تراني؟ هل تراني؟ لأنني لا أراكم. أنا شايفك كويس. وي جيفو. أوكي داكور. بالفعل كانت إقامة رائعة استثنائية. زرت مصر القديمة الحضارة، وبعد ذلك زرنا الأهرامات. وأقول لكم بكل صراحة أتمنى أن أعود إلى مصر مرة أخرى، لأننا كنا دائما يتم استقبالنا بشكل رائع، وأتمنى العودة لألقى هذا الاستقبال مرة أخرى وأستمتع بالمشاهد التي زرتها. تنور وتشرف.